باب بلدية البيضة اجتماع ضم عميد وموظفي البلدية، تم من خلاله مناقشة سير عمل موظفي المجلس البلدي واختصاصات ومهام كل إدارة تابعة لديوان البلدية. كما تم من خلال الاجتماع تخصيص جائزة أفضل موظف في البلدية لهذا العام، وذلك في إطار خلق روح التنافس بين موظفي المجلس البلدي لبلدية البيضة. عقد بمحلة زاوية الدهمان ببلدية طرابلس المركز اجتماع ضم وكيل ديوان البلدية بمدير مكتب شؤون الفروع والمحلات ومخاتير المحلات ورئيس وأعضاء لجنة الحملة المخصصة للنظافة العامة بالبلدية. تم من خلاله مناقشة كيفية التنسيق للأعداد لحملة نظافة عامة تشمل كل المناطق والأحياء بزاوية الدهمان. أقامت مؤسسة عبد الرحمن للإغاثة والأعمال الخيرية بكلية الأداب والعلوم بجامعة الزيتونة بترهونة محاضرة للتعريف بشجرة المورينجا وأهميتها الإنتاجية والصناعية، وفي ختام المحاضرة تم توزيع بذور الشجرة على الحاضرين. عقد أعضاء المجلس البلدي لبلدية جالو اجتماعا مع عدد من المختصين في مجال التلوث البيئي بالبلدية، وذلك للتحضير للاجتماع مع التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والهيئة العامة للبيئة الوحات لمناقشة مشكلة التلوث البيئي المصاحب لصناعة إنتاج النفط في نطاق بلدية جالو. عقد بمكتب العمل ببلدية طبرق اجتماع ضم مدير مكتب العمل ومدير إدارة الجودة ومدير إدارة التقنية ومدير مكتب عميد البلدية، وذلك لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بمكتب العمل والتعاون مع مجلس البلدية في إنشاء منظومة إلكترونية لمكتب العمل ببلدية طبرق.